اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجنا صنع في مصر. النهارده بنتكلم عن صناعه هي مش اصلها مصري، لكن اصبحنا من البلاد الرائده في صناعتها في السنوات الاخيره، وده بفضل ناس كتير جدا مصريين بتفكر ازاي ان هي تستقبل او تستجلب صناعه من بره وتطورها، وبالتالي تصبح الصناعه بالمواصفات العالميه علشان نكون فيها دوله ذات صناعه رائده، وده اللي حصل في صناعه الفايبر وكمان الأسلاك الشائكة في مصر. النهاردة أصبح في مصر عندنا مصانع فعلا ينفع يتقال عليها مصانع ذات مواصفات عالمية لصناعة الفايبر. تعالوا النهاردة ندخل مصنع الفايبر ونعرف أسرار كتير جدا عن هذه الصناعة، وإزاي كمان نقدر نحافظ عليها ونحافظ على عمرها، وإزاي كمان نستغلها في صناعة وطن وصناعة المستقبل الصناعي لهذا البلد اللي احنا دايما بنسعى اننا نطوره، وبنسعى اننا يكون عندنا ناس بجد بتحب مصر علشان تعمل حاجة دايما عنوانها صنع في مصر. اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم صنع في مصر. النهارده بنتكلم عن صناعه الفايبر والاسلاك الشائكه. معانا في حلقه النهارده في صنع في مصر باشمهندس اشرف عرام صاحب مصنع الفايبر اللي احنا بنصور فيه النهارده، واللي اكيد عنده اسرار كتير جدا عن صناعه الفايبر. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيكم. طبعا خلينا في الاول نقول لمشاهدينا يعني ايه صناعه الفايبر وبتستخدم في ايه. الفايبر هو مجالات كتير، منها المجالات اللي هي الانشائيه والمجالات اللي الصناعيه. احنا اخذنا التطبيق الانشائي والصناعي واشتغلنا فيهم كنسيج. احنا الشركه الرائده في موضوع النسيج الصناعي في مصر والانشائي. الاستخدامات بتاعته بتتفاوت من اول المباني الانشائيه او العمارات او المساكن او المصانع، بنشتغل فيها كبديل للاسلاك المعدنيه في مقاومه الشروخ، عباره عن شبكات 10 في 10 5 في 5 على حسب التوصيف الاستشاري، بنقدمها في السوق المصري بيستخدمها في المنشآت، وده الحمد لله ده توصيف الاستشاريين معظم الاستشاريين والمواصفات المصريه دلوقتي. المجال الثاني اللي هو رينفورسمنت او تسليح للجي ار سي والجي ار بي. منتجات الجي ار سي اللي هي التشكيلات المعماريه اللي بتشتغل في واجهات العمارات او في مداخل البوابات الرئيسيه في الجامعات او في المنشآت الاستراتيجيه. الجي ار بي اللي هو البلوكات اللي هي بتستخدم مثلا زي موضوع غطيان البلعات كبديل لغطيان الظهر، بيتعمل لها طبعا شبكه من التسليح. المطلوب المفروض ان التسليح ده يبقى تسليح من الفايبر، بيوصل معانا الحمل بتاع التحميل بتاع الغطاء البلاعه لحوالي 40 طن بشبكه بسيطه جدا، بتبقى 60 في 60 في فتحات 5 في 5، بنوصل لغايه 500 جرام للمتر المسطح، وده طبعا الحمد لله تكنيك يعتبر احنا الشركه الرائده فيه في الشرق الاوسط، ومستمرين في تطويره والحمد لله رب العالمين. حققنا نجاحات كبيره، ابتدينا من اول من 4 سنين تقريبا بمكانتين، النهارده عندنا 22 مكنه وعندنا الحمد لله مجموعه من العماله المحترمه المدربه بفضل الله سبحانه وتعالى. بما ان حضرتك اتكلمت عن الصناعه دي رائده دلوقتي في الشرق الاوسط، وده بدليل ان احنا دلوقتي موجودين في مصنع فايبر موجود في مصر، وزي ما باشمهندس اشرف قال انه المصنع يعتبر من المصانع الرائده في الصناعه دي، برغم انه الصين معروفه بصناعه الفايبر وبتصدر ده لكتير جدا من دول العالم. طبعا هي معقل صناعه الفايبر في العالم، ولكن الحمد لله احنا بفضل ربنا ابتدينا ناخد التكنولوجيا ونوطنها، ويعني لينا نجاحات كويسه والحمد لله شغلنا دلوقتي بيتوصف سواء في مصانع او مع استشاريين، والامور ماشيه بفضل الله سبحانه وتعالى من احسن للاحسن ان شاء الله. بما ان بنتكلم في صناعه في مصر، مهندس مصري بيفكر انه ينقل صناعه من الصين، بلد رائده في الصناعه، بتصدر المنتج ده بالذات او بتصدر الصناعه دي بالذات طبعا لكتير جدا من دول العالم، فقولي فكرت في ايه وانت بتنقل الصناعه دي لمصر، وانت يعني بتفكر فيها في الاول خالص اللي هتقابلنا والجهد. بس طبعا كان قدامي طبعا الهدف الرئيسي ان احنا يعني الحمد لله احنا شعب ذكي وشعب عنده قدرات وطاقات خلاقه، الحمد لله ما احنا مش اقل من الصينيين، ولكن لو توفر لنا الظروف المناسبه بفضل الله نقدر نعمل احسن منهم، ونقدر نبقى مصدرين ونقدر نبقى مطورين كمان للمجال، ونقدر نوصل لدرجات اكتر منهم. والحمد لله احنا في خلال الفتره دي ابتدينا ندي افكار للصينيين، يعني رغم ان المكن صيني او مستورد من الصين والتقنيه جايه من الصين، لكن الحمد لله في فضل بعض
الافكار اللي بننقلها للصينيين، وبينبهروا بفضل الله من ان احنا ازاي وصلنا للكلام ده. بالاضافه ان احنا معظم التركيبات بتاعتنا احنا بنعملها بيد العماله المصريه اللي بفضل الله اتدربت، والحمد لله تفوق الصيني دلوقتي بالنسبه لشغلها. الاصرار يعني الحمد لله رب العالمين. يعني انا شايف ان النقله اللي احنا عملناها ان احنا نوطن صناعه زي دي في مصر، والحمد لله يبقى عندنا كادر من العماله المصريه المدربه اللي تقدر تساهم في نمو مصر ويفتح بيوت مصريه، دي يعني حاجه شرف الواحد الحمد لله يعني يشكر ربنا ان هو ناله. يعني هل صناعة الفايبر من الصناعات المستخدمة من زمن في مصر ولا دي صناعة حديثة؟ صناعة حديثة طبعا، صناعة حديثة بالنسبة لمصر. كان أقصى حاجة بتستخدمها إن احنا نعمل بعض المجسمات زي المراجيح والزحاليق وشوية ترمامات في أكسدامات العربيات كشك، ده كان الاستخدام اللي هو الشائع بالنسبة للفايبر. لكن كفايبر منسوج يخش في صناعه انشائيه او رينفورس بديل، يعني هو طبعا الفايبر يكون يعني الاسم الشهير ليه سوفت ستيل، يعني الحديد الطري، فاحنا بنعمل بيه تسليح خفيف بديل للحديد المعدني، بالاضافه ان احنا بنتحاشى فيه عيوب الحديد اللي هي مثلا زي التاكل، الكوروجن، الصدى، حاجات كتير جدا الحديد كمشاكل بيعملها. يعني حتى الشبكه الانشائيه اللي كانت بتتعمل في الكراكس كانت معدنيه، كانت دي بتعمل اثر عكسي نتيجه ان الجلفانه بتاعه الحديد ما كانتش مظبوطه، فطبعا بيحصل كوروجن للاصدى للشبكه، فبتحصل انها هي تكون سبب للشرخ مش العكس. فطبعا لما دخلنا المنتج الفايبر فضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله الامور احسن، والاستشاريين طبعا في معظم المشاريع بيوصفوه حاليا. يعني الفايبر من الحاجات طبعا اللي بتدي عمر اطول للمبنى، ويعني بتساعد انه يعيش طويلا. طبعا هو التسليح بتاعها ظاهري، يعني طبعا العمر الاطول للمبنى ده بيبقى مناسب لحديد التسليح يعني وبناسب للديزاين المظبوط والكلام ده كله، لكن احنا بنتكلم على التسليح الظاهري، ودي مرحله في مراحل طبعا قادمه لإنتاج الريبار. الريبار ده بشكل أبسط يعني بتحافظ على المحارة الخارجية لكن ممكن نوصل لمستوى إن احنا ننتج بدائل للحديد، وده موجود فعلا في العالم حاليا، موجود في كندا وفي أمريكا وفي مشاريع هنا في كليات الهندسة لإنتاج بار يعني قضبان من الفايبر بديل لحديد التسليح، وطبعا القوة بتاعتها أقوى، وفي نفس الوقت العمر الافتراضي يعني مناسب جدا للمناطق الساحلية، مناسب للمنشآت البحرية، طبعا ليه تطبيقات كتير جدا. يعني الى اي صناعه تنتمي صناعه الفايبر والاسلاك الشائكه؟ طبعا احنا لسه ما اتكلمناش عن الاسلاك، احنا بنتكلم الاول عن صناعه الفايبر، ولكن زي ما احنا شايفين في الخلفيه يعني من النظر كده نحس ان هي صناعه نسيجيه كمان، يعني صناعه نسيجيه هندسيه فيها علم كبير جدا طبعا، يعني يختلف عن النسيج طبعا لازم يبقى فيها اختبارات، يعني وحضرتك شفت المعمل عندنا هتلاقي فيه جهاز اختبار، طبعا اي شريحه بتطلع بياخد منها سامبل عينه وتتعمل لها اختبار بحيث ان احنا نوصل للقوه او اجهاد الشد المطلوب يعني. فطبعا هي صناعه فيها متداخله، يعني بتدخل فيها النسيج مع الكيمياء مع الهندسه الانشائيه مع علم الماتيريال علم المواد. يعني خلينا ندخل في قلب صناعة الفايبر، أكيد ليها مراحل، المراحل دي يعني كل مرحلة بتعتمد على التانية، وزي ما احنا شايفين يعني في ماكينات متنوعة، في شغل متنوع، طبعا ده بالتأكيد بيدخل في مراحل التصنيع نفسها. طبعا أول حاجة بنبتدي فيها طبعا مرحلة، يعني هي تعتبر بالبداية نسيج، النسيج ده بيبقى عبارة عن مرحلة سدة، الماكينات اللي شفتيها حضرتك في العمر اللي فوق عبارة عن خيوط بتتحط على كريلات وبعدين تتشد على مواسير، وبعد كده تنزل على مكان النسيج تتنسج بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده، وبعد كده بنقوم عاملين الشبكات بوزن معين، تطلع بعد كده على مرحله الكوتينج او الافران. يعني الافران دورها انها بتجفف المنتج من بعد ما يتشبع بمواد تقاوم الكالويات، يعني تقاوم الاسمنت والجبس واي مواد تسبب تاكل ليها، فبالتالي يعني المنتج بيبقى معالج يعني، بعد كده بيخش على مرحله التقطيع والباكينج والسوق، بعد كده تنزل للسوق ان شاء الله. كمان الفايبر زي ما حضرتك ذكرت يعني هي من الصناعات الحديثة اللي يعني مش مستخدمة منذ القدم، ولما بنتكلم عن صناعة حديثة شوية بنبدأ نعرف الناس امتى اقتنعت بيها، الناس امتى بدأت ان هي تستخدمها بشكل كبير، بدأ يبقى فيه اقبال عليها. هل
أصبح في الوقت الحالي في إقبال كبير على تركيب الشبكات أو على استخدام الفايبر في المباني؟ طبعا في فرق طبعا كبير، يعني كل سنة أحسن من السنة اللي قبلها بفضل الله سبحانه وتعالى. تعرف الناس على الخامة، توصفهم ليها طبعا، لأن فوائدها بتبقى موجودة، بالإضافة لجهد كلية الهندسة معانا وجهد الاستشاريين إن هم ابتدوا يوصفوا الكلام ده للمقاولين، والحمد لله يعني ابتدى ياخد حيز في السوق المصري. وأعتقد إن هو كمان كوفر في الفلوس، فوفر كبير جدا، يعني تقريبا سعر الشبكة الفايبر تقريبا تلت سعر الشبكة الحديد، فطبعا ده برضو توفير في الكوست بتاعت الشغل. صناعة الفايبر علشان نحافظ عليها، بما انها صناعة حديثة، بما انها صناعة بتتميز بها دولة كبيرة زي دولة الصين، دولة صناعية رائدة في الكثير من المجالات، بما اننا نقلنا الصناعة دي مصر، فاكيد احنا عندنا اليات مختلفة، عندنا مواصفات مختلفة للعمل، لقانون العمل، للمواصفات العالمية بشكل عام، ولكن احنا يعني بشكل او باخر احنا ملتزمين اكيد بمواصفات عالمية للمنتج اللي احنا بنشتغل عليه. على كود امريكي، كود ياباني، للاسف الكود المصري لسه ما خدمش المواصفه بتاعه الفايبر، لكن في المستقبل اكيد هتتحط في الكود وهيتعمل لها شغل كويس. يعني ده يعني عن قريب احنا كده بنتناقش مع اساتذه في كليه هندسه جامعه عين شمس ان هو نعمل نلحق بالكود المصري مواصفات لصناعه الفايبر. عايزين نحافظ بقى على صناعة الفايبر في مصر وطرق، يعني أو من وجهة نظر مهندس في هذه الصناعة وصاحب مصنع، إزاي نقدر نمد بيه عمر الصناعة أطول؟ هو التزاوج بين العلم والعمل، التزاوج بين العلم والعمل ينمي الصناعة ويكبرها. النهاردة لازم نربط بين أكاديمية البحث العلمي في مصر والمصانع، وده للاسف احنا بنفتقده في مصر بسبب يعني الروتين يعني، لكن ان شاء الله باذن الله يعني شايف ان اتجاه الدوله الفتره الجايه ان كل الامور دي تتحل وتتفك، واعتقد انه ما فيش حل لينا اللي احنا نشتغل ونكبر ونطور وان شاء الله تكبر بلدنا وتبقى احسن بلد في العالم. يعني احنا النهارده حلقتنا منقسمه شويه، اتكلمنا عن الفايبر، اتكلمنا عن كتير جدا من اسرار صناعتها زي نحافظ عليها والمواصفات العالميه، وده مهم جدا في اي صناعه بتدخل مصر وبالذات لما بتبقى صناعه حديثه. يمكن الصناعات اللي احنا يعني متعودين عليها او الصناعات اللي احنا معروفين بيها لدول العالم بنبتدي احنا اللي نصدر المواصفات القياسيه لان احنا اصحابها. في صناعه اخرى حضرتك ايضا قائم عليها وهي صناعه الاسلاك الشائكه او الاسلاك ذات الشفرات، صح كده؟ طبعا ده يعني جينا بعد 2011 كان حصل ان في دروب حصل في البلد، ان كانت المنشات الاستراتيجيه دايما بتتعرض لمشاكل امنيه، زي مثلا ابراج الضغط العالي كان بيحصل ان هو فجاه كده تلاقي برج مثلا اتقطع مثلا من قضبان بتاعته فيقع، فطبعا يعمل عطل في محافظه. فلقينا الفكره ان الموجوده في العالم ان هو بيحيط ابراج الضغط العالي والمنشات الاستراتيجيه باسلاك الشفرات. اسلاك الشفرات عباره عن دوائر فيها شفرات باكتر من متر لغايه 40 سنتي، وبعدين بتبقى متدرجه بحيث انها تعمل حقل امامي او وضع دفاعي، بحيث ان حد لو جه عايز يقتحم المنشاه دي او عايز يوصل لبرج الضغط العالي او لاسوار المترو او بيلاقي حاجه تصده عن هذا الموضوع. فدي فكره جديده والحمد لله يعني برضه نجحنا في تصنيعها وابتدينا ناخد حيز فيها في السوق المصري. يعني هي طبعا صناعه قويه جدا، صناعه من الصناعات الثقيله يعني اذا يعني وصفناها بده. بفضل ربنا سهلها لنا، بحس ان احنا شفنا المنتج في الصين وطريقه التكنيك بتاع الصناعه بتاعته. احنا بنبتدي من اول الصاج بنعمله بنشرحه وبعدين نعمله شفرات وبعد كده ندككه في الاسلاك وبعدين كده نكبسنه، يعني مراحل يعني تعتبر الحمد لله احنا عملنا اذكياء جدا. عمال العامل المصري عامل ذكي، الفن المصري ذكي، فضل الله سبحانه وتعالى في غضون فتره بسيطه جدا بيلقط المهنه وبيطورها يعني. فالحمد لله احنا ما خدناش مشقه في عمل الموضوع ده يعني. طبعا صناعة الأسلاك الشائكة أو الأسلاك ذات الشفرات، يعني ده نوع تاني أو نوع متطور شوية من الأسلاك الشائكة، أكثر قوة، أشد طبعا في كل المواصفات، علشان نقدر نحافظ على المنتج ده كمنتج من الصناعات الثقيلة نعمل إيه؟ هو زي ما قلت حضرتك، هو دايما الحاجة عشان تنمو لابد من العلم يتزاوج مع العمل.
يعني احنا كمصنع شغال، احنا بابنا مفتوح لكل الناس المطورين سواء اكاديميين او علميين يقدموا لنا يد العون، واحنا مستعدين نفتح لهم مصنعنا يطوروا زي ما هم عايزين، عايزين يعملوا دراسات، وده اللي احنا بنعرضه دلوقتي على كليات الهندسه سواء الهندسه المدنيه او المعاهد الهندسيه، ان احنا ممكن نساعدهم بان احنا نمدهم بالرو ماتيريال بحيث يطوروا لنا المنتج، وده هو ده الحل الرئيسي في ان اي تطوير لابد من تزاوج بين العلم والعمل. في حاجه مهمه جدا ويمكن يعني لاحظتها اول ما دخلت هنا المصنع وهي العمال، العمال عندهم نوع من انواع المعرفه، يعني ممكن العامل يشرح ازاي كل واحد فيهم يقدر يشرح ازاي هو الصناعه دي بتشتغل من اول مرحله لاخر مرحله، بيتكلم عنها ازاي دخلت مصر، ازاي احنا قدرنا نطور فيها، ازاي احنا قدرنا نكون رواد فيها، وكأن كل عامل يقدر ان هو يقيم على هذه الصناعة. ده معناه ان احنا عندنا قائد بيقدر يتعامل مع العامل بشكل سليم. دول اسرتي، العمال الموجودين في المصنع دول اسرتي، عيلتي التانية، ففضل ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا كلنا زي بعض، بنتعامل مع بعض، بناكل مع بعض، متعايشين عيشه كامله مع بعض، وانا تواجدي في المصنع طبعا بوقت كبير جدا، فاصبحنا متلازمين يعني كالاخوات بالظبط يعني، فده طبعا خلى كل الناس عندها انتماء للمكان، ودي هي ده اساس الاداره، يعني اساس الاداره ان الناس كلها لازم تبقى عارفه ان المكان ده بتاعها، وان هو بيعمل ليه رساله طبعا في المكان، ان هم لما ينمي الصناعه زي دي بيفتح بيوت ناس. يعني طبعا الموجودين دول اخواتي الموجودين هم اصلا دول الصف الامامي، لكن وراهم ناس كتير بتاكل عيش وراهم، سواء تجار، سواء موردين، سواء ناس بتورد اكسسوار، يعني الموضوع طبعا مطول يعني، لكن يعني فضل الله دول الصف الامامي اللي هو شايل الرساله دي، وان شاء الله فضل الله كله في بيتشارك مع الاجر معانا في فتح بيوت الناس دي. في طبعا كتير من الجيل اللي طالع، وانا يعني شفت ابن حضرتك كمان معاك هنا في المصنع، اعتقد انه ابنك صح؟ ربنا يخليه لك. يعني كتير من الشباب اللي طالع شويه بيبعد عن الصناعه، شويه بيبعد عن فكره ان هو يبقى فيه مجهود وتعب في انه يحصل على عمل، فازاي بتقدر برضو توفق الحكايه دي، خصوصا انه اكيد بيجي في بعض من العمال سواء كان العامل او عامل تحت التدريب بيجي علشان يشوف الصناعه دي ماشيه ازاي، فاكيد يعني الزرع بتاعت روح الصناعه، روح ان انا ابقى عامل بجد، دي حاجه مش سهله يعني. ده بيتحط له هدف، هو النهارده بيحس ان هو صاحب رساله وعنده هدف ان يوطن صناعه في مصر، وطبعا بنوريله قصص نجاح كتيره موجوده على مستوى العالم في الصناعات دي، بفضل ربنا بعد شويه بتلاقي الامور اختلفت خالص يعني، يعني بتلاقي الموضوع بدل ما هو كان موضوع هش او حاجه سطحيه بالنسبه له، لا بيبقى حاجه طبعا هو هدف، عنده رساله عايز يعمل مصنع في بلده وبيبقى فخور بيها، يعني اي حد منهم بفضل الله سبحانه وتعالى لما بيروح اجازته او كده بيبقى فخور في بلده ان هو بفضل الله جاي من مكان هو بيعمل فيه حاجه جديده وبيطورها، وموضوع الحمد لله يعني شايفين، انا شايف الفخر في عيونهم يعني كتير يعني. قارن بين مصر وبين بلاد اوروبا او اي بلد سافرتها في الصناعه؟ عندنا مقومات احسن كتير طبعا، عندنا مقومات احسن كتير جدا، بس للاسف يعني هو لؤلؤ منصور عايز يتنسك في عقد واحد يعني، فده اللي ان شاء الله هنعمله، والكتير اصلا من اصحابنا واخواتنا اللي ابتدوا يشتغلوا في الصناعه بيعملوا حاليا. اتمنى ايه لصناعه الفايبر والاسلاك الشائكه في مصر؟ ان احنا نبقى على راس الصناعه دي في العالم. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، لسه مكملين في صناع في مصر، ولسه بنتكلم عن صناعه الفايبر، ومن شكل صناعه الفايبر ممكن تقول ان دي صناعه نسيجيه 100%. احنا معانا احد عمال النسيج القدامى في هذه الصناعه، من 45 سنه بيشتغل في النسيج، ومن سنتين بس بيشتغل في صناعه الفايبر، وده هيخلينا بقى نسال ضيفنا الكريم استاذ صابر بركات. برحب بيك طبعا، اهلا بيك.
النسيج، وفكره ان انت كنت بتشتغل في نسيج 45 سنه وبتشتغل بعد كده في صناعه الفايبر، هل ده يقول انه في وجه مقارنه بين الاثنين ولا لا؟ في بعد جامد ما بين النسيج والفايبر، لان الفايبر فتله مصنوعه من الازاز والرمل، بتتعاملي معاها غير النسيج خالص. النسيج بيبقى قطن مرنه شويه، صناعه متعارف عليها بما اننا احنا يعني من الدول الرائده قديم الزمن يعني، انما هنا دي صناعه حديثه. بس لما بتجي لك صناعه حديثه لسه اول مره بتشتغل فيها وبتشوفها ككل حاجه فيها مختلفه بالنسبه لك، اتصرفت ازاي او اتعاملت ازاي؟ بنفهم بسرعه عشان انا نساه، دي 1 2 3 بنفهم بسرعه. ده يقول ان احنا العامل المصري عندنا عامل متميز؟ صحيح، عامل متميز لانه بيفهم بسرعه، لو واقف على اي مكنه بيشغلها. انا بنشتغل على مكن اللي هو الفايبر، الفتله بتطلع، القماش بيطلع على الفرن، والفرن بعد كده بيخش على المقص وبس كده. في حاجه انت مختص بمرحله معينه من المراحل دي ولا انت على كل المكن؟ على المكن اللي هو بيطلع القماش، انما بعد كده في مراحل تانية غيري بيعمل بقى الشغل التاني ده. اكيد كل حد يعني، طبعا لو هسالك عن صناعه النسيج اشتغلت فيها 45 سنه، دي اكيد علمتك حاجات كتير جدا جدا. كنت شغال في التابلوهات وال 72 وال 36 والحاجات اللي هي بتاعه الصالونات والانتريهات والحاجات دي. هل الصناعه دي علمتك حاجه جديده في السنتين دي؟ صحيح، هي صناعه مميزه يعني الانسان حبها يعني، لانها هي خفيفه مش تقيله زي النسيج. النسيج تقيل شويه، انما هي دي خفيفه شويه يعني، حلها اسهل يعني. حلها اسهل، بنتعامل مع فتل قليله. تشتغل كم ساعه في اليوم تقريبا؟ بنشتغل 10 ساعات، بنشتغل على المكن وطول النهار واقف على المكن. المكنه الفتله اللي تقطع نخش بيها، واي حاجه في المكنه بنشوفها وبنلاحظها يعني وبنعملها يعني. الصناعه بشكل عام تتمنى ان هي تشوفها عامله ازاي، تشوف التطور فيها يبقى واصل لحد فين؟ هي مصر عامه هي فيها صناعه ياما بالنسبه للنسيج، اما الفايبر حديث شويه، فانا عايز الفايبر يعني يبقى يكبر ويكبر كويس والحمد لله يعني. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده في صنع في مصر، واتكلمنا عن صناعه الفايبر وعرفنا اسرار وحكايات كتير جدا عن صناعه الفايبر في مصر، خصوصا وانه صناعه الفايبر اصبحت من الصناعات الرائده والمتداوله كمان بين الناس بشكل كبير جدا. ما بقاش في مباني حديثه على الطراز الحديث الا وبيدخل فيها الفايبر وبيدخل فيها صناعه الفايبر. بدا يبقى عندنا مصنع واثنين وثلاثه بمواصفات عالمية، إذن إحنا على مشارف الريادة في هذه الصناعة، على مشارف مرحلة جديدة من مراحل الصناعة. عندنا لسه صناعات كتير جدا، وعندنا لسه ناس كتير جدا 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 مخلصين لمصر وعايزين مصر تبقى رائدة في جميع المجالات. خلصت النهاردة حلقتنا في صنع في مصر، لكن برنامجنا لسه مخلص، استنونا حلقة جديدة وصناعة جديدة بس صنع في مصر.